دكتور من الدكاترة المشهورين راح المطار فقالوا له الطيارة متأخرة 16 ساعة. قال أنا رجل دكتور طبيب مشهور والدقيقة تسوي روح المرضى تقعدش. فالموظف بتاع الاستعلامات في المطار قال له دكتور مش مشهور المكان المستشفى الرياحة 3 ساعات بالعربية، أحسن حاجة خد عربية وروح. وخد العربية وراح، وبعد ساعتين نزلت الأمطار واشتعلت الصواعق وهو كله في يده هو، الريموت كنترول بتاع العالم كله في يده هو، واشتعلت الصواعق حتى إنه استحالت إن العربية تتحرك. وقف الدكتور المشهور دكتور إيشان ونظر بجواره وجد كهف صغير كده عشة، وخبط على الباب. فالست اللي جوه الست العجوزة قالت له اتفضل يا ابني ما انت شايف الباب مفتوح. عجبا يا رب انك تسكن في الكهوف، عجبا يا رب ليس لك اين تسند رأسك، عجبا يا رب انني اناديك في اي وقت من الليل او النهار. دخل قال لها ممكن يا ماما نستعمل الهاتف؟ قالت له هاتف مين يا ابني؟ هاتف مين؟ انت شايف هنا لا في كهرباء ولا حاجة، احنا ناس مساكين مفيش هاتف هنا. ولاحظ ان الست العجوزة دي بتصلي، هو يشرب شاي قالت نعمل لك كوباية شاي، هي تصلي وجنب عيل صغير كده كل ما تصلي تجري في الواد يمين وتجيبه شمال. الرجل المشهور قال لها اشكر حسن ضيافتك انك استضفتيني، وعاوز اقول لك انا شايفك بتصلي ربنا يقبل كل صلواتك. فقالت له يا ابني كل صلواتي مقبوله ما عدا صلاه واحده. قال ما هي يا امي؟ قالت الطفل اللي انت شايفه ده هو حفيدي يتيم الاب والام وفي مرض عطال، والدكاتره في البلد هنا مش قادرين يعالجوا هذا المرض، وقالوا لي في دكتور مشهور اسمه الدكتور إيشان موجود في المدينه، لكن انا يا ولدي ما اقدرش اروح له واخاف لاحسن الطفل يضيع مني في الروح عنده. فبكى دكتور إيشان وقال لها يا أمي كل صلواتك مقبولة، عطلت المطر والطيارات ونزلت المطر والصعوق وجابت لك دكتور إيشان. السلام يا رب لعجبك يا رب لغاية عندك، من يصلي وينتظر الله يعمل عملا، كل من يسمعه تطن له اذن. يا صاحبي كلمة سرك، هل تمتعت بالانتظار في الصلاة؟ كل الناس بتصلي، كل الناس بتصلي و90% من الناس ما بينتظروش. صلي وانتظر، والطلب اللي عاوزه لغاية عندك الله يعطي اكثر ما نسأل ونفهم، الله يعطي أكثر ما نسأل أو نفهم.